السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثالث مقطع لنا في المقطع هذا باش نبداو تختيم جي تي اف 5. طبعا باش نعملوها على العديد من الحلقات. طبعا اليوم انا باش نعمل ميسيون ثم سيف ثم رين وهكذا دوالات. حس تقريبا باش نعملو 3-4 ميسيونات اليوم ونودعوكم. وخدوا ان شاء الله باش نعمل لكم فلوج مش فلوج باش نعمل فيديو برو ايفوليشن سوكر 2018 او دريم ليج سوكر مع سيف او ريان وصلنا نظر في هذا العمل وفوت العمونة دي هي مهمة ويبلوك لمن لا يعرفها اعتقد انها يوجد شخص لا يعرفها اجهر لعبة في العالم يعني مستحيل تقريبا يعني مستحيل تماما ألا يكون شخص يعرفه. بومب يلا يا رفاق فجر Let's go baby boy تحرك تريفر مايكل براد هذه أغنية طائلة واللي ما لا يعرف هذه المهمة فأنا للأسف براد سوف يموت في هذه المهمة وسوف يفترق مايكل وبيفر بسبب الخيانة التي قام بها مايكل تجاه براد. وفي أحد المهمات القادمة ما زالت طويلة فسيقوم بالالتقاء ويعودان صديقين ومن بحب الدويتش وكل إلى ذلك. فأنا من قام بتختيم جي تي آي 5 Let's go baby boy. خرجنا الان. اوه لا ماذا شرطي ديش بيك انت يا صاحبي ليه عاد ليه ذي حبنا نبدل اللغة معاه يعني نعطيه رصاصة في المراس يستاهل يستحقه. Let's go baby boys يلا أسرع 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 حرك بسرعة يلا let's go baby boy stick a bomb في ذلك الباب بوم يا let's go يا رجال الشرطة محيطون بمكان لا بأس إذا أنا ما يكفي من الأمر لأن نستطيع قتل جميع الفرار تقريبا 100 وتقريبا 200 مليون دولار لذلك هذا المبلغ يستحقه كل هذا العناء. يلا يلا تحرك هم بكرة الأمام فهم لن تستطيع من هناك. Let's go baby boy دمر 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 انت من الشوت جان فهي كثيفة جدا النار تياكل قبل بتسعة اعوام من الذهاب الى السانتوس هذه هي الحياة في نار تياكل في الجاية انت بعد ايام يكون ايام الشوت جان دور لها من الخلق من وراء الشاحنين في السطح. Let's go. يلا تحرك تحرك تحرك. Let's go. إذا بس الشاحنات مدرعة. تحرك. Hey, see you later, baby boy. طبعا يا جماعة. Let's go. موت 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 ايه الاحمر ايه كمان جبان يلا انت بهروس انا عندك الشات جان بالرأس قم باسعادي الى الفوق قليلا وبتزيد اسعادي الى الفوق قليلا اجب ان تكون حرصا اثناء التسديد اكل الرصاصة Let's go دمر 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 كل رصاصة قد تعمل فرقا بين حياة الموت لذلك
الإصابة جيدة سيد يوسف. Let's go. Let's go. Let's go, baby boy. Shotgun. قم بقتل تلك السيارتين فهما سيسبب بين لك الكثير من المشاكل. مثلث أحسن. مثلث قتلهم صديقات. هيا بنا يا أصحاب. براد وتريفر. وهذا الشخص هو أخ تريفر. Let's go, big boys. Oh yeah, yeah, the fuck. We move quick, we can beat the train. We're going to have to have it, so hard. Come on, the way. Be cool. The exit is far yet. And I'll believe this bird by the eyes on it. Oh, we're in one of the Auna Hadith. I'm a Makaria. Oh, I'm not sure I'm going to go with the little guitar. Let's go, baby boy. ستبدأ الكاتسين في أي لحظة. ها قد بدأت الكاتسين. Guys, all right? Come on, ditch the car, all right? We can go this way. Dave and Andrew can't see Michael or Brett. Stick to the fucking plan. Come on. مايكل ذلك الأحمق. Where the fuck's the chopper? إذا هو ديف السلطان بانس سيصبح عاملا لدى الـ FIB. Let's go, baby boys. مايكل الصدمة مبشرة كان لكن لا يموت. تريفر الخائن سوف يهرب. ربنا مريم ذلك الخائن. تعالي أيتها المسكينة. أنت من هرب من تريفر. أهرب يا تريفر. ديف سوف يقوم بإمساكك لكن لن يفعل. يقومون بالقنصب المسدس ولا من حماقة. أنت في نظر لوس سانتوس بعد 9 سنوات. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord. هذا قبر مايكل. الفارغ. أنا مايكل من ذنى عرقي الحياة. روكستار جيمز. التي قامت بصنع جي تي اي 5. But we know that you will show mercy to our GTA 5.
قررت للأسف أن أقوم بتختيمها معا يا شباب. طبعا يا جماعة قد تجاوزت كاتسين. الآن سيقوم بهذه المهمة. فرانكلين سيقوم بسرقة السيارات وهو صديقه لمعه. تحرك بسرعة. الأودي نوف يا شباب. ديكابو طاب. تحرك يا فرانكلين. هيا يا شباب لقد علينا أن نلحق هذه السيارة. هيا بنا يا شباب. أسرع يا سيف أسرع. لامار على اليمين. أسرع يا سيف أسرع. السيارة. هيا يا شباب. أسرع يا سيف أسرع. هيا سي يو ليتر بيبي بوي. اتبع لمار يا سيف. كن حذرا على السيارة أنا غالية سنأخذها بسرعة. يجب علي أن أسرع 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 كثيرا. لا يا سيف لا. لقد استلمت السيارة يا سيف. انعطف على اليمين. أسرع 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 أسرع. ازيك يا شيخ؟ انعطف على اليمين. اليمين هذه منطقة التمثيل. الآن أسرع. تحرك تحرك. لا أسرع على اليسار. أسرع. اتبع اتبع لمار على اليمين. على اليمين على يسار. هيا يا شباب هيا يا القفزة. ليتس جو بيبي بوي. يلا يا شباب جي تي اي 5 على اليسار. لا يا سيف لا. اسرع يا سيف لا. إياك أن تفقد السيارة. علي إجري بسرعة 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 بسرعة. يقوم سلمان بسرعة. بسرعة يا شباب. على اليمين. يا شباب سي يو ليتر بيبي بوي. اتبع لمار بسرعة. وأنتم يا رفاق ضغط على اليمين. أنتم يا شباب ضغط على علاقاتكم. استعد للانعطاف على اليسار. وقولوا لنا على اليسار بكم من حلقة تظنون أننا سنقوم بتقديم جي تي اي 5؟ عد إلى الخلف يا سيف. علي العودة إلى الخلف. أنا آسف. هرب لمار على عد إلى العودة بسرعة يا شباب. أسرع بسرعة. أسرع يا سيف. على تصعود إلى ذلك الباركينج جاراج. أسرع يا سيف. علي السرعة بشكل كبير بشكل كبير. على اليمين على اليسار على أسرع بيبي. أسرع أسرع. أمام 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 أمام. أحسنت. على اليسار ذلك القبو. على اليمين ذلك خاص برجال سكيورتي. أسرع أسرع أسرع. على اليسار بنقل الذهب من ذلك. انتهت. الآن دور ريان. انتظر دقيقة يا صديقي ريان سوف أشاهد هذه اللحظة وتفرق. الآن يجب علينا المرادين وجه الشرق. تجاوز الكاتسين كما ترون. الآن هذه مطاردة فعلية. الواقع أنا أعرف مخبأ ولكن يبدو أنه غير ظاهر في الخريطة. لكن أعرف أنه موجود هنا. سأحاول
الشرطة. حاول أن تهرب بأسرع وقت. هذه سيارة معك يا هذه سيارة غالية جدا يا تساوي تقريبا بين 50 و100 دولار 100,000 دولار. شباب انعطف على اليمين شباب هذا المخبأ إذا نقوم بسرقة اليوزبانك منه في المهمة قبل الأخيرة. طبعا يا شباب كما انني وجدت بعض سلاحا هنا رائع عالمي جدا في الواقع هو يظهر دائما هنا هو سلاح الشوتجن العالمي ومع الدرع هذا هو سلاح الشوتجن كما ترون سنحتاج في العديد من الهام مقبلة هذه هي الهيلث لا أستطيع أخذها أنا أمتلئ على الآخر بالنسبة إلي Let's go baby boy سنخرج في المجال الآن Let's go أسرع أنا حافظ هذا الكهف مثل اسمي يا شباب يا شباب هيا هيا يا ريت اسرع هيا حسب ما رأيت في الاستر ايج الخاصة بجي تي اي 5 يوجد قطعة خاصة بالمركبة الطائرة الفضائية المعروفة عندما ترانا استر ايج الخاصة بجي تي اي 5 عندما تقومون بجمع 50 قطعة فسوف تحصلون على سيارة الفضائيين هذا حسب ما قرأت في الاستر ايج يا ريان السيارة راحت فيه كما ترون هذا الكهف لم أره قبلا فقط رأيته عند أحد اليوتيوبرز الآخرين أنتم يا شباب قولوا لنا في التعليقات في كم من حلقة تعتقدون أننا سننهي لعبة جي تي اي 5 أو بالأحرى التختيم أنا شخصيا أظن أننا سنكملها بين 24 و30 مهمة لكن كم حلقة؟ أنا أتوقع 15 حلقة 6 في بغالف يا شباب سنقوم بالخروج الآن Let's go baby boys Oh no سوف أحاول الذهاب إلى الوسامس كاستم لكي أقوم بإحسان لكن أستطيع لذلك 78 دولار لن أستطيع ذلك لكن لا بأس سلمون سيتم حسب الإستر إيج في كل حال يوجد مخرج سوف نرى أي لحظة على اليمين لذلك سوف أبقى هنا هو قرأت في الاستر ايج هنا يوجد سباق ليلي لان اعتقد ان قرأت من المخرج ونعم يا شباب قرأت من المخرج المخرج لو اكملت هناك سوف اصل الى الميناء الخاص بمدينة لوس سانتوس لا أضع في السيارة لأنها سوف تغلق افتح تلك الباب رجاء بسرعة نحن ذاهبون إلى السلمان
بين ويقع ان الجرافيك الخاص بلعبة GTA 5 ومتطور جدا على لعبة GTA San Andreas و Vice City، فهو عالم جدا بالنسبة إليه. هذه القدرة الخارقة الخاصة بفرانكلين يا شيخ. لقد وصلنا الآن إلى محل السلمان خاص ببيع السيارات يا شباب. ريان قد أكمل مهمته، الآن سيحين الدور. الآن حسبنا الظن. Hey, what's up, bro? What you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right, you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. طبعا تخطيتها يا جماعة. ذلك هو السلمان. طبعا يا جماعة سأركب هذه السيارة التي سوف تصبح سبيل الغن خاصة بفرانكلين. بنا يا جماعة طبعا لقد أهينا يا شباب، لا تستطيع الخروج من باب الخلفي. The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a change. Really, nigga? Spear there, huh? هما ذا يحب يموت الليلة، لا يحب يبدل مع اللغة. شبيك انت؟ ما راح متصاحبي عايشك على السيارة ويقطع حوالي. شو معلم تطلب الحاكم؟ يطلب الحاكم اقتله. هي مدايا ما اللي يحب يرجعونا للخمن. نحن تو اذهب الى علامة اس أسس. انا اعرف يا ريك إني أنا أقوم بانتظاري لك. يوقع إن محل سميان قريب جدا من المنزل الخاص بفرانكلين. Thank you.
dear boy. Oh, good to see you. So diplomatic, Shane. Oh, me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce. طبعا يا شباب اللي ربح الوقت I never took you to be all hairstylist type bitch. So how would an apartment on it? سرعته رهيبة يا شباب. Fuck home. I won't go unnecessary bullshit here, alright? في من ما هذه السرعة يا شباب لقد دمرت السيارة ليتك حانوت لازلحق لازم تجي جلس ما عنديش فلوس عندك 350 دولار 50 ألف ولا 350 دولار 350 دولار دولار دينار دينار يا إلهي إن السيارة لقد دمرت يا إلهي شباب حتى متدمرة لكنها سيارة رائعة حتى بعد التدمير سرعة فائقة تعلم كيف تقوم بالبيل أو قدر الخارج على That's how shit work, eh? You do some jobs, go home, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. All out. Don't get down. Don't get down. Don't get down. Where the fuck you getting that from? That ain't my wife, dummy. Slipping, fool. Leah, let me just put your cup over and check it down. Well, it should be one of the lockers down here. Should be is the story of your life, asshole. I'm gonna make this look easy. Hey! Think this crazy motherfucker wants to come home. Come home, y'all right? لقد دمرتهم. قتله. لقد قتله يوسف. يوسف أنا هذا العجوز مجنون مسكين لماذا تقوم بتعنيفه؟ يا إلهي ماذا حصل؟ أخطأت يا إلهي سأعيد وقفت أمام تلك الشاحنة الخاصة بالعصابات يا جماعة لم أفهم ماذا حدث وعند الخسارة قامت السيارة بال تحسن اوتوماتيكيا هذا امر جيد يوسف رجاء ارجوك يا مارلي قوم بعمله بس ليش يعمل عالم مارجر دمرته يا شباب دمرته اين انت يا لما Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past, Mike, to deserve your stupid ass? Mom. Do your Vago. That's a big. That's a shaky ass ass. Look, though. You're on the wrong side of this bitch, bitch. You should know a pop makes a difference. طيب يا جماعة هذا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم لا تنسى زر لايك وسبسكرايب وشير يلا يا جماعة